السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج مطبخ الأكاديمية. في هذا اليوم الجميل، اليوم اللي كيفرح الفلاح، اللي هو اليوم اللي طاحت فيه الشتاء، اليوم الممطر، إن شاء الله اليوم غادي ناخذكم أننا غادي نمشيو ناخذ بعض الأعشاب العطرية من أجل أننا يعني نزيدوا بها ونرفعوا بها القيمة الغذائية ديال زيت الزيتون وديال الزيتون. أجيوا معي. أول نبات عطري غادي ناخدوه باش نزيدوه في الزيتون ديالنا وفي التأتيت ديال الوجبة الزيتون ديالنا هو الأزير. هلوغ هاد الأزير هذا غادي ناخدو منه واحد العريشات، خاصة أنه هو دابا منور، غادي ناخدو عريشات داك البراعم الصغيرة. كذلك غادي ناخذ مانتا، مانتا ها هي، كلشي كيعرف مانتا، غنديو منها واحد شويه هو نزيدوه مع الزيتون، كتجي رائعه بزاف. وغنديروا حتى شي عريشات ديال الحلحل، هذا هو دايروا هنايا حطو هذا الحلحل، وعريشات بساط ولا العويدات ديالو كيشبهوا العواد ديال الازير، ما نديروش بزاف، نديروا غير شويه، كناخذوا شي عريشات ديال الحلحل اللي كيعجبو بيان سور. غناخدو شي جوج اولا ثلاثة د الوريقات ديال الرند، ورقة سيدنا موسى هي هاد الشجرة، يلاه زبرتها هادي شي 10 ايام دابا، هادو لي كتشوفو كاملين الشجيرات ديال الرند، ورقة سيدنا موسى، ناخدو واحد ثلاثة ولا جوج وريقات نحتاجوهم تا هما. ومي غنوجدو هاد الزيتون بالاعشاب غنحتاجو نديرو واحد بريريت ديال اتاي، داكشي علاش غناخد شي عريشات ديال الشيبه. وغناخد شي عريشات ديال النعناع تا هما غنزيدهم مع اتاي، غنركز على الشيبه، ما النعناع تا هو غندير شي شويه نسم به، هذا النعناع بالمواد العضويه ما مداوي ما والو.
غنزيدو مع اتايتا هذا النوع ديال اللويزا. ما هي اكيد غتكونوا كتعرفوها، دايره بحال قصب هيايا. وغندير شويه ديال فليو، هذا هو فليو. دابا مع طاحت الشتاء غيبدا ينوض، داك العرش ديابس ديال العام اللي فات هذا كيبس، دابا كينوضوا البراعم ديال هاد السنه هادي. هو هذا نتوما كتشوفوه، هذا فليو، ناخذ منه شي عريشات نديرهم مع الزيتون ونديرهم مع اتاي. اخيرا غنزيدوا هذا النعناع، هذا النعناع الصوفي. هذا النعناع الصوفي هذايا، هذه البلاصه عندي كيهبط فيها الماء ديال الشتاء، واحد الواد صغير كيهبط كيدوز، وهو كينوض في المناطق اللي هي كتكون بارده، وكيكون تل دابا تل الوقت البارد، سميتو الصوفي لان داير فيه الصوفه. وهذا على عكس النعناع الاخر، هذا كيسخن الجسم. فغادي ناخذ منه واحد شويه نديرو مع بريري ديال اتاي. اذا من بعد ما جمعنا الاعشاب ديالنا غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذو الزيتون ديالنا، سواء الجديد اللي كيكون مهرس او القديم، كل واحد ياخذ الزيتون اللي عجبو. المهم اننا غادي نسموه بهاد الاعشاب اللي جمعناها، كاين الازير، كاينه ورقه موسى، ورقه الرند، كاينه مانتا، كاينه الحلحل. هادشي كامل هذا غادي نقطعوه ونديروه مع داك الزيتون ديالنا. كيكون الزيتون من السم هاد الاعشاب، وكنرفعوا له من القيمه الغذائيه ديالو. من موراها غادي نصاحبوه بالزيت اكيد، وهاد الزيتون تاهو نديروا معاه شويه الزيت باش نخلطوا هاد المواد هذه، خاصه انها زيوت الطياره. المساله الاخرى هو اننا غنرافقوها بالبراد ديال اتاي وكاس الشاي. هذا فقط حاطه انا، كيعجبني نشوف هذا المنظر، هذا الصانع المغربي شنو صوب. ما كنصوبش فيه اتاي ولكن كرمز، يعني بريري ديال اتاي زويته بلديه بوحدها او لا مخلطه مع هذه المكونات هذه. واتاي شنو غنديروا فيه؟ اتاي غنديروا فيه هاد اللويزه اللي كتشبه اللويزه ديال 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 القصب، يعني الشكل ديالها ديال القصب. فليو غنديروا شويه النعناع، نديروا النعناع الصوفي واخا، ونوجدوا هاد الشاي ديالنا وناخذوه بالصحه والراحه. هاد النعناع الصوفي حتى هو ممكن نزيدوه مع 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 الزيتون. يعني خذوا داك الاعشاب العطريه نتوما اللي بغيتوا وقطعوها وديروها في الزيتون ديالكم. تحضير رائع جدا، ما كدومش بزاف، حاولوا تبقوا ما تخليوهاش مده طويله بزاف، واعطيوها لوليداتكم واعطيوها للاسره ديالكم، رائعه جدا وكتجي من اعظم ما يكون. شنو ممكن ندير؟ واش نزيد هادي؟ واش نزيد هادي؟ واش نزيد اللي بغيتو زيدو؟ عندكم الحريه الكامله. خا فكان هادي هو الاقتراح ديال اليوم في مطبخ الاكاديميه. خليتكم الراحه، كنتم في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم اصيل يناديكم. والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.